وللمزيد حول أوضاع التعليم الخاص في الجامعات والكليات في العراق في ظل تفشي ظاهرة بيع الشهادات وأثر ذلك على المجتمع العراقي ككل، ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي. حياكم الله أستاذ قحطان. حياك الله بياك وحيا القناة والمشاهدين الكرام أخي العزيز. أهلا بك دكتور قحطان. لطالما تحدثت الحكومة عن جودة التعليم ولا سيما الجامعي في العراق، واليوم كما تعلم خرج التصنيف العالمي لأفضل الجامعات كيو اس دون أن تكون أي جامعة عراقية في قوائمه. بداية، بما تفسر هذه الحالة التي وصل إليها التعليم في العراق؟ هي هذه الصورة بداية تؤكد حالة الكذب وحالة اللامبالاة واللاوطنية للحكومات المتعاقبة على العراق منذ 2003 لحد الآن. فإذا تحدثوا عن الصحة كذبوا، وإذا تحدثوا عن الخدمات كذبوا، وإذا تحدثوا عن الكهرباء كذبوا، كذلك والحال حديثهم عن التعليم كذب في كذب في كذب. وعلى ما يبدو أن التقصد من قبل الجهات الرسمية على تدني المستوى العلمي بشكل عام والجامعي بشكل خاص لغاية معروفة بالتأكيد هو تجهيل المجتمع، وهذا دليل على أن الجامعة العراقية الآن ما عادت تحكمها الضوابط العلمية المنطقية ولا الحيادية العلمية بقدر ما تحكمها الأحزاب السياسية. ولاحظنا كلما يتغير وزير تابع الجهة السياسية تتغير خلفه العمادات والمسؤوليات الأخرى الجامعية وهكذا. إذن هي عملية ممنهجة ضمن عملية أوسع لتشويه كل شيء في العراق والتعليم في مقدمته. نعم، يعني أيضا بماذا تفسر حالة الشره إن صح التعبير من قبل المسؤولين والسياسيين للحصول على الشهادات المزورة من الجامعات العراقية أو اللبنانية أو حتى الهندية؟ النقص الحقيقي الحاصل لدى الجماعات المعنية بشؤون الدولة، فهي أمامها مجال لسرقة المال ومجال للكذب على المواطنين وغش المواطنين بمسميات دينية وسواها. بدأ أو أصبحوا في عزة إلى شيء يدعون أنهم يملكون العلم، فراحوا يلجئون إلى شراء الشهادات الجامعية من جامعات في لبنان وفي إيران وفي العراق. والعراق أيضا خاصة الجامعات الأهلية وإن لم تكن الآن ما زالت بعيدة عن المستوى العليا، أيضا الشهادة الجامعية على مستوى البكالوريوس من هذه الجامعات هي أيضا هي مهلهلة غير محكمة خاطئة بالتوجه اللاسليم، وبالتالي هو تكميل النقص الموجود لدى الجهات المعنية حتى يبدون أنهم مهنيين أكاديميين، ولكن هي بقدر ما عملية تسويق الذات بصفات مختلفة. ذلك لجأوا إلى الشهادات المزورة وعمموا الشهادات المزورة حتى يكون التزوير عام، وبالتالي هم يضيعون مع التزوير العام في الجامعة حتى لربما يعني لا تشملهم المسؤولية. النائب السابق رحيم الدراجي أكد أن مسؤولين حكوميين ليس لديهم شهادة تعليم إعدادية ولا حتى متوسطة، ولديهم في ذات الوقت شهادات بكالوريوس مزورة. يعني أين المتابعة؟ كيف تجري الأمور بهذه البساطة في العراق؟ لي معلومة تكاد تكون دقيقة، وزير التعليم السابق اللي هو الأديب على ما ذكرنا معي الأديب لم يملك أساسا بكالوريوس. شهادة التي ادعى تابعة له هي شهادة أخوه، وظهر أصبح تزوير حسب من خلال سنوات العمر وسنوات منح الشهادة البكالوريوس، لأن البكالوريوس بالعراق يأخذ البكالوريوس اللي عمره 22 سنة بدون رسوب. هو احنا حسبنا عمره مع البكالوريوس ممنوع عائله كان عمره 19 سنه، وبالتالي التزوير هو واضح كل وضع. الشيء الاخر، حتى الان الوزير الحالي للتعليم العالي هو خريج جامعات من هذه النوع من التي يمنحون الشهادات عبر المراسله او عبر اي صيغه من الصيغ، ليس خريج جامعه رصينه معترف بها. وانا اعرف ايضا كثير من الاساتذه ومن الأشخاص الذين هم أولاد منطقتي معايا في الخامس ابتدائي تركوا الدراسة، الآن لديهم ماجستير ولديهم رتب عسكرية متقدمة. إذن هي كما قلنا هي عملية سطو وسرقة،
لكن للأسف الشديد هم لا يعلمون أن هكذا أعمال ليس فقط عملية سد نقصهم بقدر ما هي تهديد إلى المستوى العلمي العراقي، وذلك كما قلتم مؤشر المستوى العلمي العراقي تدنى إلى درجة بحيث لم يعد يذكر من بين الدول أنها تملك شيء من العلمية، في حين كنا في السابق من الدول المتميزين في الجانب العلمي. طيب دكتور قحطان، برأيك مع كل هذا أو مع كل هذه الفوضى والفساد في موضوع التعليم ومنح الشهادات، إلى أي مدى لربما ظلم أصحاب الشهادات الحقيقية والخريجين؟ إلى أي مدى ظلموا ولم يأخذوا حقهم، وحتى لربما ذهبت جهودهم في تحصيل هذه الشهادات أدراج الرياح؟ هذه المجاميع التي حقيقة اجتهدت وقدمت الشيء الصحيح ونالت ما تستحق من مستوى علمي لاقت بعد 2003 نوعين من الاضطهاد. النوع الأول هو ابتعادهم أو إبعادهم القسري عن تسنن مناصب إدارية كعميد أو غير، إلا ما ندر، إلا ما كان له علاقة بالجهات الرسمية العليا. هذه حالة وضعوا بعض العمداء الذين لا يملكون الحق ولا يمكن الأهلية لذلك، بينما أساتذة بروف لهم وزن كبير كانوا تدريسيين عادي. هذا نوع من الظلم. الظلم الآخر حتى المناهج التدريسية، المناهج المعتمدة حرفت وشوهت، لذلك الأستاذ الواعي رأى ثمة فرق ما بين ما قرأه بالمستوى المتقدم من العلم وبين ما ينبغي عليه أن يعطى الآن من مستوى متدني من العلم. زد على ذلك حالة لا طبيعية في التعامل مع الدرجات مع النجاح. أنا شخصيا أعوذ بالله من كلمة، أنا في إحدى المرات امتحنا مجموعة طلبة للدكتوراه رسبوا مجموعة آتوا بكتاب آخر أعيدوا لهم الامتحان، وهذا مستحيل يصير بالدكتوراه يرسب يعيد الامتحان ثاني، مستحيل بالبداية التقديم. امتحنا مرة ثانية رسبوا جابوا كتاب مرة ثالثة عيد الامتحان لهم. أنا شخصيا قلت لهم حينها لا أدرس الدكتوراه في السنة القادمة لأن هؤلاء سوف يكونوا في صدارة الطلبة، وفعلا أصبحوا في صدارة الطلبة وقبلوا رغم أنف الكلية. هذه الحقائق للأسف الشديد أنهم مرتبطين بهذه الجهة أو تلك الجهة. نحن الآن لسنا في مستوى علمي بقدر نحن في مستوى كيفي كما يحلو لهم وما يسيء للعراق حاضرا ومستقبلا. ذلك الناصح للأسف الشديد يرى نفسه في ضيق وفي حرج أمام الباطل المنحرف الضال القليل العرف والقليل المعرفة. ولربما يعني هذا الأمر هو ما يبرر برأي الكثيرين هجرة العقول في العراق. وزارة التعليم منحت الجامعات صلاحية استخدام الدرجات لتقليل مواد الرسوب، ما هدف هذه الخطوة برأيك دكتور؟ بالنسبة للجامعات الأهلية هي عبارة عن مجرد كنز أموال، مصدر لكسب الأموال. الطالب هو يتحكم بالأستاذ، والمالك للجامعة هو يتحكم بالأستاذ التدريسي. هذا حالة. المشكلة انسحبت على الكليات الأهلية الحكومية خصوصا الدراسة المسائية التي أظهر بفلوس. لذلك يبدو أننا نحن أصبحنا في ظل الوضعية الحالية للفلوس، كثير فلوس، أنه الأستاذ الجامعي الجامعة المستوى العلمي رهن للدافع الفلوس، وكأنما عملية شراء ذمم، بيع ذمم الأساتذة الذين جاء بهم في غفلة من الزمن وتصدروا مشهد. أما الأستاذ الذي في داخله كنز معرفي كبير ومسؤولية أمانة عالية يجد نفسه في حرج كبير. للأسف الشديد يؤكد يراد أن العراق مستوى العلمي يتدنى، هي هذا الهدف الأساسي. شكرا من هذه جزيلا العمليات. لك، كنت ضيفي عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي، شكرا جزيلا لك.